سيراميكا كليوباترا ولا يتألق واحد من الحراس الجيدين على مستوى الأداء في دوري نايل، محمد بسام أوفا وبسام أو علي فوزي، هو بالفعل علي فوزي سجل هدف رائع أمام بلدية المحلة، هدف تاني أمام فاركو، وعلى أعتاب هدف ثالث، لكن قدامه شفرة بسام. هل يتفوق في فك شفرة بسام؟ علي فوزي، محمد بسام، علي ومحمد، فوزي وبسام. يا ولد يا ولد، محمد بسام يتألق القائم في الأولى ومحمد بسام في الثانية بتسديدة كالوشا. علي فوزي يسدد في القائم ويضيع ركلة جزاء ثالثة لصالح نادي إنبي هذا الموسم بعد ما ضيع كالوشا زي ما قلت لحضراتكم. يضيع علي فوزي، تخبط الكرة في القائم وتترد بفولو كان من اللاعب كالوشا.